التاريخ. أميرة بحجابها، رقيقة بطبعها، لذا واخد جيمس وراها ثلاث أجزاء ودخل على الرابع. معانا الفتاة المحجبة التي طلعت عين أم شاب أمريكي. يلا بينا. يا محمد البدري، ازيك يا الحمد لله. كويسة؟ خير الحمد لله. الفتاة المحجبة التي طلعت عين أم شاب أمريكي صاحبة الجدل. مرسي منورانا والله. منورك والله يا مجد. بصي، هو البرنامج عندنا فيه شوية تحديات كده. أهم حاجة، أول حاجة، إن أي سؤال هسأله لك حتى لو مش عارفة هتجاوبي. إفتي أهبت يعني براحتك خالص. حلو. تمام. تاني حاجة، هقولك على أي حاجة تعمليها هتعمليها، أي حاجة أيا كانت تتخالف مع مبادئك مع تربيتك ماليش دعوة. أوكي. تمام، عشان تقبضي في آخر البرنامج. إذا كان كده ماشي. أوكي، جاهزة للتحدي؟ جاهزة للتحدي؟ مش قوي بس تمام. تمام، قولي جو ميجو. جو ميجو. جو ميجو. يلا بينا. أول حاجة هتكلمينا عن نفسك في 33 ثانية لا أزيد ولا أقل. ده أول. ده أنا هقول اسمي بس. لا بيتهيألي. ماشي. يلا. آية بدري، ممثلة محجبة. بدأت مع عبده، كان أول بروجكت ليا كان ماجيك أوي، وبعدها كان راه، والحمد لله كانوا نزلوا وكسروا الدنيا. ايه تاني؟ طالبة في كلية عبري، عندي 23 سنة ونص، هتمر 24 في شهر 4 اللي جاي ما شاء الله. سنجل سنجل سنجل. شفتي لسه فاضل لسه؟ لا خلاص بقى، ما هو بقى فاضل 3 سنة اخر سنة وفي امتحانات، فيا ريت تدعوا لي. ادعوا لها يا جماعة. خلص 33 سنة. طيب، في كام سؤال كده. تمام. اول حاجه، دلوقتي انت في مشهد، تصوري مشهد، والمخرج سواء عبد الرحمن او غير عبد الرحمن طلب ان انت هتتضربي في المشهد. تمام. واللي هيضربك ده حاجه يعني ما شاء الله كده، ايه، 3 طور، والمشهد واقعي ولازم تتضربي ضربه يعني علقه. هتعملي ايه؟ اعمل ايه؟ لا انا ممكن اعتزل يعني. اعتزلي على الفن. تمام. يعني ده اكرمني عشان يتبقى لي حياه ان انا اعيشها. هو الفكره ان انا مش عايش بعدها تقريبا. عادي، هتعالجي، مفيش اي مشكله. اتعالج. مش بعالج طول العمر. لا يعني الفن، احنا الفن يا ايه. بس مش ضحك حياتي. طب لو قلمين كده مثلا؟ ممكن. ماشي، طالما تبع عبده قشطه يعني. تمام. طب لو عبده بقى نفسه ضربك ساعه التصوير؟ لا، هو عبده بيعمل حاجات كتير فعادي. عادي لو ضربت مفيش مشكلة. يبقى احنا بنأكد يا جماعة ان ضرب المخرج حلال، عادي مفيش اي مشكلة. طيب، تاني سؤال معانا دلوقتي. احنا طبعا عارفين ان انت محجبة وملتزمة اخلاقيا ودينيا. طيب دلوقتي اتعرض عليك 2 مليون جنيه. تمام، في بطولة فيلم وفي شوية تجاوزات يعني، فهل هتتجاوزيها ولا هي اللي هتتجاوزك؟ ولا نعم، أميرة بحجابي مسؤولة. أوكي، بحجابك وكل حاجة. أوكي، أنا جوزات عادية. لا. ليه؟ لا ما ينفعش. إيه 2 مليون جنيه؟ أوكي. وتوبي بعديها مش مشكلة. أطلع العمرة. تلاقي عملي 3 عمرات يا ستي. وحج. لا والله كنت اتمنى، بس يعني اصلا في بنات بتاخدني قدوه ليا في حاجات كتير، فما ينفعش. انا مجرد ما اعمل حاجه زي دي انا عارفه ان في مليون بنت هتعمل ورايا وهتأمن. طب يا جماعة ما تعملوش وراها يا جماعة، ما تدعوش وراها عليها اللي 2 مليون جنيه. لا انا واثقة ان هم يأمنوا وراي والله العظيم. طيب دلوقتي انت طبعا بطلة مسلسل ذا ماجيك اي، اللي هي البنت المحجبة اللي حبها شاب مسيحي. طيب لو القصة دي حقيقية وحصلت معاكي هتتصرفي ازاي؟ زي ما فاطمة اتصرفت. احنا لحد دلوقتي مش عارفين فاطمة اتصرفت ازاي. لا اتصرفت في النهاية. اللي بال هي لسه بتحبه يعني، حتى الجزء الثالث هي لسه بتحبه وهو لسه بيحبها. اوكي، ده ما فيش مشكله، بس الفكره كلها ان لا امشي تبع ديني. تمام. يعني هو الواحد هيخسر دنيته واخرته. صح. يعني انت خسرانه دنيتك. لا. قلت لك تجاوزي وخد ال 2 مليون جنيه. لا في بنات في رقبتي. لا. طيب تتخيلي ممكن ايه اللي يحصل في الجزء الرابع؟
لا مش عارفه، بس هي فاطمه يعني من شخصيتها هي الى حد ما مقربه مني تمام، فشايفه انها لا مش هتوافق ان تفضل ثابته على موقفها. مش هتوافق. طب شايفه ان ممكن جيمس يتنازل عشان فاطمه؟ لا دي بصراحه مش عارفه يعني، حسب من جيمس ان هو لا. وموقف حسام ايه يعني؟ مش كان اسمه حسام برضه صح؟ بيتبهدل في النوم وانا مطلعين عيني معاك، تروحوا شركه روح معاك، وتطلعوا العماره اطلع معاك. يا مجدي انت الحاجه كده اللي الفاكهه اللي موجوده في المنطقه كله. ربنا يخليك يا رب. طيب كلها طبعا بنحب ايام الطفوله اكيد، وكانت بالنسبه لي انا مثلا دي احلى ايام في حياتي او بالنسبه لنا كلنا. طيب احكي لي موقف محرج جدا حصل لك وانت طفله، او موقف غريب. لا مفيش خرج، حياتك ماشيه عاديه. لا ما كنتش بتعامل مع ناس كتير اصلا. يعني كان من بيتي لمدرستي، ومن بيتي لمدرستي، ومن مدرستي للبيت، وخلاص على كده. ما تروحيش دروس حتى؟ لا كان دروسي كانت دايما في البيت او في المدرسه. فيش اي موقف محرج حصلت لك وانت صغيره؟ موقف محرج ان ده كان عملتيش بيبي على حجر حد مثلا؟ لا لكن استنى، موقف محرج كان بالنسبه لي وقتها وفعلا عيطت بسببه، ان انا ما كنتش بكلم ولادي على مراحل حياتي، بس كنت في مدرسه مشتركه خاصه وكده، ف ماشي، بس ما كانش ليا تعامل مع حد غيري قدام مثلا والدتي والنيس وخلاص على كده. جيت بعد كده انفصلت وبقيت في مدرسه بنات في ثانوي. لقيت ولد وقفني في الشارع ولو بيتكلمني ان هو معجب بيا، ما اعرفش، كانت اول مره في حياتي بقى بجد ان حد يوقفني في الشارع تمام، وانا خلاص كنت مقربه من البيت وما ينفعش، انا بالنسبه لي شايفه ان عيب. فما كنتش بكلم اي ولد خالص خالص، لدرجه ان هم كانوا بيكتبوا اسمي على الحيطان اصلا بتاعت السنتر. كنت في سنه بقى كنت في سنتر، لقيته ان هو وقفني بيقول لي انا معجب بيكي ما اعرفش ايه، رحت بعدها للسنتر اشتكيته ما شفتوش يعني بعدها تقريبا. نفى خلاص تقريبا. طب ليه بعد؟ لا كنت متكسف جدا، وكان بالنسبه لي حاجه وحشه قوي. كان بالنسبه انا كنت من الولاد الوحشه قوي دول بصراحه. شفتكش وقتها. كان بالنسبه لي حاجه اللي هو بالاخلاقي لا ما تسمحليش، انت ازاي انت توقفني في الشارع اصلا؟ ازاي تخلي حد ممكن يتكلم عليا؟ طيب موقف محرج مثلا حصل لك مع حد من الفانز بتوعك، سواء مثلا حد بعت لك مسج مثلا مش كويسه، حد قابلك في الشارع مقابله مش كويسه؟ لا هي بصراحه ما حصلتش، بس حصل حاجتين. ان ولد بعت لي بيقول لي ايه، بيقول لي حصوله ما شاء الله بس مش طبيعي، ففي صوره نزلتها بعدها رباني رباني والله العظيم ما كنتش حاطه ميك اب، ده اللي كان غيظني وقاهرني. سكت. في صوره بعدها كمان كام يوم كده حطيتها، لا يا حسوله لا سكتيه حول الله. طب بتتفرج ليه يا عم؟ مش عارفه يعني لو اعملي اقفل ريح نفسك. ايوه صح. لا حول الله. ثالث مره جه بقى اللي هو لا انا اتجوزك، صدق ان انا اخيرا حاجه طبيعيه. لا هو اكيد هيتجوزك مش طبيعي، هيتجوزك عرفي برضه، حاجه بايظه خالص. طيب حاجه ثانيه، بنت كانت قابلتني، دي بجد اللي انا والله ما كنتش اقصد، دي حقيقي فعلا انا اتحركت جدا. بنت قابلتني، كنت راكبه مواصله لروكسي وكان معايا اختي. فالبنت تقريبا هي عرفتني وسلمت عليا في المواصله، بس ما كناش عارفين نتصور او حاجه زي كده، قالت لي لما تنزلي نتصور. فانا نزلت ومشيت مع اختي قالت لي على فكره انت ما استنيتيش البنت ان انت تتصوري معاها، دي قالت لي. قلت لها والله ما سمعتها. نزلت بعدها ستوري ان البنت دي لو موجوده انا هنزل لها مخصوص اي حته ايا كانت هي تطلبها، بس ما تزعلش عشان ما تفتكرش بقى ان انا مثلا. ولقيتيها بعد كده؟ لا للاسف. زمانها عماله تدعي عليك. ليه يا وجي؟ ليه والله ده انا اعتذرت لها حتى بوبليك يعني قدام الناس. طيب دلوقتي اغلبنا ممكن يتخانق في الشارع، ممكن او احنا كاولاد يعني يمكن موضوع خناقات الشارع، ممكن انت كبنت حد يتهاجم عليكي يضربك؟ اتضربتي قبل كده؟ لا الحمد لله خالص. لا الحمد لله. انت عايز تضربني؟ مش عايز تضربي. لا والله ماليش نفس خالص. لا الحمد لله. ولا والدتك ولا والدك؟ لا والدتي ايام المذاكره كانت بتضربني بصراحه. طب ايه اكتر علقه خدتيها من ماما وايه سببها؟ عشان المذاكره، انا اي علقه باخدها في حياتي عشان المذاكره. غير كده لا، يعني لو بعمل حاجه غلط لا هي بتحاول انها تفهمني وتقرب لي. ما ضربتكيش مره عشان عطلتي على نفسك وانت بتاكلي مثلا؟ ايه ده، لا 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 خالص. مذاكره بتعطل عادي. بتضرب بايه؟ كانت ساعات بتعضني
والله. لا هي مرة عدتني وساعتها كان جدو كان زعلاني. مرة عدتني هنا عملتها لي ساعة. الله. ساعة كتف. ساعة يد. ما شاء الله كده. كنت وانا صغيرة ايه ما ابتدائي. عشان كده كنت بطلع من الاوائل يعني الحمد لله. عشان العرض. لا عشان هي ما كانتش متوقعة يعني ليه اية مش هتجيب المجموع ده. انا عارفة ان اية بتذاكر وبتحب المذاكرة. فكان دايما بتحفزني في يوم ما كنت خلاص كان بتضايق مني قوي قوم جاي مطلعه بس خلاص انا هخلي عبد الرحمن يقعدك بعد كده عشان تبقي كويسه في التصوير. ليه ليه عبد لطيف ولذيذ والدنيا حلوه ليه مش كفايه اللي بيعملوا فيا؟ ايه اخطر حاجه عملها فيكي ايه طيب المره بقى؟ بص هو عبد مجرد اصلا ما بيعلي صوته انا بعلي. لا حول ده ليك جنه معانا بقى ده احنا بنطلع عين. والله اول ما يعني مره كنت في البروجكت الثاني من ماجيك اي فلقيته كنت بقول له على حاجه بقول له ايه رايك في ده فهو ما كانش عاجبه تمام هو ما كلمنيش هو وانا كنت بكمل كلامي معاه فبعدها نادر نريمان على طول نريمان وطلع عيط يعني هو بيزعق على نريمان انت عيط ما انا عارفه ليه انا عارفه يعني هو لو بيزعقك انت نريمان اللي تعيط لا انا كنت عارفه انه مش عاجبه بس الفكره اللي هو ايه يعني الزعيقه بسببك يعني اللي هو كنت عيطت فعلا تقريبا والمشهد دخله وانا بعيط الله ده هو كان قاصد بقى شغل مخرجين وقبل كده في القناص كنت بعيط حقيقي وخدوا المشهد برده وانا بعيط هو يحب العياط قوي عبد الرحمن لا هو عايز يعيط بيعرف يعيط طيب هقول لك دلوقتي كلمه وهتعيديها ورايا عارفه لعبه قلة قلتين قلة والحاجات دي عارفاها اللي هو انا هقول لك قلة انت هتقولي ايه ارنبنا في منور انور لا 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 واضح ان حد مكششك لا, لا, لا. لا انا هقول قلة انت هتقولي قلتين قلة انا هقول ثلاث قلات قلتين قلة يا لهوي صعبه كده احاول اصل احنا مش هنلعب دي انا بديكي مثال ماشي يعني هقول واحد انت هتقولي 2 1 ايوه ثلاثة 3 2 1 4 3 2 1 ايوه تمام بس هنقولها ايه بقى 13 رايه ابدأ انت قولي 13 رايه 13 رايه 13تين 13 رايه 13 رايه 13 رايه 13 رايه تاني 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 يلا ها 13 رايه 13تين 13 رايه 13تين 13 رايه 4 13 3 13 13تين 13 رايه احنا وصلنا لحد كده 5 انت 5 انت 5 5 13 4 13 3 13 13تين 13تين برو هو ده اللي احنا عايزينه من البرنامج طيب سيبك من الطرش ده كله طيب هقول لك جمله وتقوليها ورايا 10 مرات تمام اعطوني غدايا وغطوا غدا عطيه اعطوني هدايا غدايا اعطوني غدايا وغطوا غدا عطيه اعطوني لا تاني اعطوني غدايا وغطوا غدا عطيه 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 وغطوا غدا عطيه بس نستفيد بقى ايوه اعطوني غدايا وغطوا غدا عطيه اعطوني غدايا وغطوا غدا عطيه تمام انا مبسوط كده ما فيش اي مشكله كيفت انت الحمد لله ده في ناس ما بتقولش اول كلمه طيب كلنا طبعا بنحاول كممثلين يعني دايما بنلقط من اللي حوالينا شويه تفاصيل حاجات اكيد مين اكتر واحد مثلا ممكن تحبي تقلديه او بتحبي تقلديه من وانت صغيره سواء ممثل بقى او ممثله او حد في الشارع حد في قرايبك لا انا مش بمثل طريقه ممثل بس ممكن لو مش قصدي في التمثيل ممكن بالهزار يعني ايوه لا ممكن لو حد من قرايبي مثلا واحده ضايقتني ممكن اقلد طريقتها او لو حد ضايقني مين مثلا يعني في واحده كانت في حياتي كان طريقه اسلوب ما كانتش حلوه خالص تمام كنت بتتكلم ازاي بقى لا بصي بقول لك ايه مش كده تمام انا قاعده عماله ادافع عنك من الصبح بس مش الدرجه دي يعني الله حلو ده طيب والله كانت موصل الله عليها يعني. انت كنتش بتحبيها عشان طريقتها لا هي ما هي ما تتحبش اصلا لا حول الله طيب
تعرفي اصل مثل راجعة بخفي حني؟ لا. او رجع بخفي حني اللي هو رجع مضروب على قفاه. الله ينور عليكي. اصلها ايه بقى؟ اصل قصتها ايه؟ ما تعرفهاش؟ لا مش فاكراها. انا قريتها فعلا بس من مده طويله جدا فمش فاكراها. طيب هي اصلها ان واحد اسكافي اللي هو يعني بتاع جزم جاله واحد اعرابي واحد غريب يعني، فبيقول له انا عايز الجوز دول، فقال له لا ما يعني تمنهم قد كده، فقال له لا ده غالي جدا. قعد يفاصل معاه، المهم ايه راح مزعق للجزماجي ده ايه وسايبه مشي. فالتاني اتجن وخلاص وبتاع، فراح سابقه. هو التاني كان اتحرك فسابقه ورمى فرده قدامه قدام الجمل بتاعه، فراح نازل عشان ايه ياخد الفرده وطلع. التاني رمى الفرده قدام شويه عبل ما هو بس عبل ما هو نزل ياخد الفرده التانيه، كان هو خد الجمل بما حمل بكل حاجه وخد بعضه ومشي الجزماجي. فرجع بقى لاهله بخفاي حنان. ما شاء الله. كنت هي دي اللي كنت تعرفيها ولا هي دي اللي انا كنت اعرفها بس ما كنتش متذكره يعني. طيب تمام. هبعت لك دلوقتي فاتحه نت. اوكي. هبعت لك دلوقتي. خديني بس. عشان مفاجاه. هبعت لك مونولوج تمام؟ اوكي. انا عايزك بس تقريب بكل احساس، وانت بتحب العياط انا عارفك، فياريت نشوف دموع. اوكي يلا. لو عايزة مزيكا ممكن اعملك موسيقى. في ايه؟ ايه المونولوج كويس؟ مونولوج هو مونولوج. يلا. ده يتعمل ازاي؟ مونولوج ايه اللي يتعمل ازاي؟ ما متش انا. ايوه ما متش. لا انا عايز تاثر. تاثر ايه؟ انا الفيدباك عندي بيرجع للاغنيه. ماليش دعوه بالباك. ما بسمعش اغاني شعبي اصلا. ماليش دعوه بالباك. انا الكلام او اكنك اول مره تقريه، وده من لوب في مسلسل هتعمليه. والله ما اعرف عشان الفيدباك. حاولي يا بنتي. يلا. في ايه مكتوب ايه؟ يا بنتي ده مونولوج. يلا. الحمد لله يا رب. انت متأثر قوي. ايوه عايز احس بحزن. انت بعك لي ايه؟ ايوه طبعا. ما متش انا. ايوه ما متش. في بعيدي كان ما متش. لا ما متش انا. ايوه ما متش. خد اعملها. لا انا عايزك انت اللي تعمليها. يلا يلا. هتبقى ترند دي، خلي بالك والله. يلا يلا. ما متش انا. ايوه ما متش. في بعيدك انا ما متش. لو كنتي عاوزه تخسريني كنتي قولي وانا هنفذ. هي الحلوه اللي بعتني ما بتتعملش لك. حلوه اللي بعتني كانت هي حب عمري، كانت هي العين مني، كانت عايشه جوه مني. لا انني خلصنا المهرجان المونولوج الحزين. الحمد لله. الحمد لله. طيب انت اشتغلتي في ايه بالظبط؟ قولي لي كده. في فارم ارتست. فارم ارتست اول حاجه كان فاطمه حبيبه قلبي ماجيك اي. بعدها كان رغد، ورغد هو اللي نازل الاول، بعد كده ماجيك اي، بعدها رغد 2 ورغد 3 والقناص. رغد 2 ورغد 3 ماجيك اي. سوري ماجيك اي. المخرج قاعد وراها. معلش اندمجت شويه. ماجيك اي 2 ماجيك اي 3 وان شاء الله 4 ان شاء الله. طيب على قلبه معمره يعني. طيب ايه اكتر مشهد حبيتيه في كل الحاجات اللي اشتغلتيها؟ اكتر مشهد حبيته؟ لا هم بصراحه كلهم اولادي. عارف الحاجات دي. لا 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 كلهم فيهم حاجات مهمه يعني، ما شاء الله عبده دماغه بيخلي في المشهد ان ما نطلعش منه غير لما يكون فيه استفاده. فكلهم حبيتهم جدا. الفكره بقى ان المشهد بتاع الحجاب، لما انا كنت بوصف الحجاب ان هو قد ايه بيكون مغلي من الوحده والكلام ده كله، ده في اول جزئيه، ده كان عاجبني جدا ولقط مع كل البنات يعني. فضلوا ده لما كنت مع جيمس. لما كنت بوصف له ان الحجاب قد ايه بيغلي من الوحده، مش بيقلل منها او مش بيداري جمالها، ده بالعكس.
بس فدي دي حاجه يعني لا لقطت مع كل البنات جدا وكانوا حافظينها وبالعكس ممكن يبعتوها لي اصلا كمان بالجد. حلو. انت كنت بتقوليها بالانجلش بتاعت صح حافظها غالبا او يعني ثواني بس عشان مش فاكره مش فاكره لا لا مش فاكره مش فاكره عشان اه جاب لك سميه كويس. عموما انا رائعه في كل حاجه انا بعملها. طيب يا رائعه. بس دلوقتي انت فاطمه تمام وانا البواب ومستضيفك تمام مستضيفك على سلم العمارة كمان آه. انا تقريبا ما بطلقتش غير على سلم العمارة. ما تقلقيش. طيب. كل مشاكي على سلم العمارة. ومعانا النهارده الست فاطمه نازله من الاسانسير ونازله على السلم وهنستضيفها على ثالث سلم. اتفضل يا انسه فاطمه. عايزه يا عايزين مش برنامج داي ولا لا. ايوه انت عايز ايه يعني انت منزلني ومش ايه في ايه انا مستضيفك عشان اقول لك ان انتوا ما دفعتوش ثمن الصيانه بتاعه الاسانسير ومش هتاخدوا الكارت هتنزلوا على السلالم وجيمس هيكفشك تاني وهيحزنك تاني وهيسافر المره دي كوالا لامبور. دلوقتي. مين؟ ان انت قاعد عملت بهدل فيا كده وخليته معايا هو خلص سمعتي على كل مسلم. مين؟ من ضمنها جيمس؟ اه ماشي مع واحدة تانية اسمها جيانا وانا هتخطب وكل الشباب المصريين عارفين جيانا دي تبقى مين؟ وانا هتخطب ما بيهمنيش انا هتتخطب لمين؟ يعني صديق ليا كده في الشغل صديق؟ يا استاذ حسام اللي انا كنت شغال معاكوا ده يا مصيبتي تعالي كل حاجه. طيب انا كنت مبسوط ان انا كنت معاكي والله يا ايه. جاهزه للتحدي الكبير؟ قولي جو ميجو جو ميجو جو ميجو جو ميجو جو ميجو جو ميجو يلا بينا في مناطق في وسط البلد ممكن تشحب منها كويس قوي المهم انك تختار العميل الصح. بقولك ايه مش ناوي تقولي لي برضه اسمك ايه؟ حركه زي دي مثلا لله. ايوه عارف اسمع العميل كويس جدا. بقولك ايه تعالي بقى من جو الشحاته ده تعالي وانا هسددك هجوزك جوازه انا وهديك 300 جنيه كل شهر و2 كيلو زفاندي. الاكل اهم حاجه الاكل. ايوه انا جعان فعلا. كويس جدا. ايوه طب هاتي المزايد انا جعان. لما تشرب كويس قوي. طب القشره طيب ما تستفزنيش بقول لك ما تستفزنيش اذا كنت انت شحاتي في وسط البلد فانا خريج قطوره مميزه ب 10 جنيه انا كنت بنام مكان الشنط يا ماما. انت معاك البدايات. اه انت ما تعرفش انت عماله تخرمي فيا وبتستفزني تاني. بقولك ايه ما تخلينيش اعلي عليك. ما تقدرش. لا اقدر. ما تقدرش. خلاص هتعملي لي زراير في بطني؟ ابدأ انت الاول. ابدأي. لا انت الاول. لا انت. تيجي نزن؟ كولو باميه. كولو باميه. احنا اتنين الغباوه دي؟ انا اللي هبدأ. وانا كمان. يا رب يا رب اللهم اجعلني شحات كويس. لله وحشني لله. ابني بيرضى. انجدوني حد يديني حق اللبن. حسنة قليلة تمنع بلاوي قليلة على قدها. البيض كرتونة البيض وقعت مني والمعلمة هتضربني حد يديني حقها. البسترمة البسترمة اتفرطت مني حد يديني حق البيض عشان لله لله. محدش يصدق. ابوش ايديكم انا بجري على ايتام. وانا الايتام. انت انا بجري عليك انت؟ انا بجري عليهم الايتام عشان اعمل لهم البيت بالبسترمه في سندوتشات المدرسه. انا مسافره اسمع عليك ومستنيه حق الاجره. عايزه حق الاجره بس حق الاجره. حق الاجره ده ايه بقى؟ حركه بتجيب معنى عليك كويس. احييك يا معلمتي. نفسك في حاجه تاني قبل ما اطردك؟ بصراحه نفسي اتجوزك. انا بكلم جد. نفسي بحاجه بجد. نفسي اروح اشحت في الشيخ زايد.